لم يكن الفنان المصري محمد منير بحاجة إلى أكثر من 3 كلمات فقط من أشهر أغانيه علي صوتك بالغنى ليشعل حماس الجماهير الغفيرة التي حضرت حفله على مسرح مدينة دبي للإعلام في مهرجان دبي للتسوق. ولو في يوم رح تنكسر لازم تقوم واقف كما النخل بص للسماء. ويطل بعدها مغنيا مجموعة من أشهر أغنياته وسط أجواء مبهجة. كله بيدور وإحنا ويا بندور يوم بحر نعدي للي إحنا بنحلم بيه. أكثر من 10,000 شخص حضر الحفل بعد غياب محمد منير والملقب بالكينج عن دبي لمدة 4 سنوات. سعيد بوجودي في دولة الإمارات العربية، عارف إنها بتستوعب كتير من الخير وشايفها بتتقدم يوم ورا التاني. أنا بحب كل أغاني محمد منير وأكتر أغنية على طول بغنيها وأنا رايحة الشغل حارة السقايين. ما فيناش حوريني يا كيكة، ما فيناش لف ودوران. أنا مش مصدق. It's above my expectation that محمد منير coming near to my home. I am living here. فمش مصدق بصراحة. أوه يا زو حبيبي يا حمد زو كده بقى. ولسه ياما 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 في عمرنا. لم يتغير منير في طريقة ظهوره وحماسته ونشاطه الزائد على المسرح رغم تجاوزه 63 عاما. ويعرف النجم المصري بموسيقاه القريبة من الجاز وكلمات أغانيه العميقة وأسلوب أدائه ومظهره غير المقيد ببروتوكولات الطرب والمطربين. شرب الأبو ديوان العربية.